الثانية على التوالي من مهرجان ختامي المرموم لعام 2018 لمتابعة أشواط هذا المساء، وهي أشواط الرموز الخاصة بأبناء القبائل، أربعة رموز، اثنان منها للمفتوح واثنان منها للإنتاج. وهنا تواجد وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وفي استقباله عدد غفير من أبناء القبائل المشاركين في هذه السباقات. محاضر سموه ومتابع لهذا المهرجان في ثاني أيامه. أما المنافسات فتبدأ مع قدوم ولي عهد دبي، والكلمة مشاهدين الكرام من هنا تذهب إلى عربة النقل والتعليق مع الزملاء الأكارم، وبالتوفيق لجميع المشاركين. أسعد الله مساكم مشاهدينا متابعينا الكرام، جولة جديدة من جولات هذا المهرجان الختامي الكبير هنا في هذا الميدان، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم، يوم أغر من أيام هذه التحديات في الأصالة على أرضية هذا الميدان في هذه اللحظة الكريمة والمباركة من خلال انطلاق مهرجان يحمل الكثير من التحديات ومن القوة والارتباط بهذا الوطن، والذي انطلق بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والدعم الكريم لكل انطلاقات رياضاتنا وخاصة رياضات الأصالة والتراث هنا في دولة الإمارات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبينا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، والدعم الكبير والرعاية الكريمة لكل السباقات وخاصة في هذا الميدان تحفة ميادين السباقات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، والذي يتشرف أيضا هذا الميدان برعايته الكريمة وحضوره المبارك هنا مع بداية وانطلاقة المنافسات في هذا اليوم الذي خصص لسن الحجائج ومنافسات أبناء القبائل الذين قدموا هنا بأجود ما لديهم من خلال هذه التحديات. كذلك ترحيبنا باسمه الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم الذي يتابع سموه أيضا هذه الانطلاقة هنا مباشرة من أرضية هذا الميدان. الكل يستعد والكل بدأ مع هذه الانطلاقة حاملا القوة والإثارة قبل بداية المنافسات في سن المواهب سن الحجائج، وهناك التواصل مع الرموز التي خصصت لهذه الفئة والخاصة بالإنتاج وكذلك الأشواط المفتوحة. الكل هنا تواصل، وهذا الحضور الكريم يؤكد أننا على موعد دائم مع كل التحديات والمنافسات على أرضية هذا الميدان. أربعة رموز ستكون حاضرة، وبدايتها ستكون رموزا خاصة بالإنتاج. هناك كأس مخصص للإبكار، وهناك أيضا بندقية مخصصة أيضا للجعداني من خلال هذه المنافسة، وكذلك شوطين هناك للأشواط المفتوحة التي ستكون مخصصة أيضا لهذه الهجن المميزة. الكل يبدأ من خلال هذه اللحظة بالتواجد والاندفاع وأيضا الانطلاق الكبير في هذه الأمسية المميزة التي تبدأ مع هذا التوقيت وهذا الحضور الكريم. هنا التقاء الحاكم بالمحكوم في هذه المنطقة في هذا المكان في هذا التاريخ وفي هذه الأصالة التي تؤكد دائما انطلاقنا واندفاعنا. وبسم الله وعلى بركة الله ينطلق من خلال هذه اللحظات الشوط الأول المفتوح الخاص بالإبكار لمسافة الأربعة كيلومترات، بعد أن كان الأمر الكريم ببدء المنافسة والتحديات والانطلاق في هذه الأعداد التي قدمت هنا من كل مكان لتكون حاضرة لتتنافس على هذه التحديات وهذه الانطلاقات في أرضية هذا الميدان. الكل بدأ الآن منطلقا
والكل حمل الآمال من خلال الوصول والحصول على أول الرموز كأس الحجائج الأبكار للأشواط المفتوحة في هذا التحدي المثير. نذهب إلى المتنافسين. الوثبة في المركز الأول حارب بن سعيد بن سهيل العميمي تتصدر مع البداية، بينما هنا المركز الثاني مباشرة إلى الطاغية حبتور بن صالح بن حبتور العامري، وفي المركز الثالث يا سلام وصلت هنا غازية، غازية مع هذه الانطلاقة أبرار المبارك بن محمد بن نصره العامري، بينما المركز الرابع الدخول القادم من الرومية في المركز الرابع سهيل بن محمد بن خويدم الشامسي، وفي المركز الخامس تبدلت الأسماء كواكب 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 مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري. هذه الأسماء، هذه الأسماء الأولى تغيير المركز الخامس، وصلت هي يضع المركز الخامس مبارك بن أحمد بن مطر ابن مايد الخيالي. هذه الأسماء الكل هنا وصل مع الطموح في هذه المنافسة الأولى على أرضية هذا الميدان. كأس الإبكار اليبهوني طار بالمركز الأول، انتقل إلى الصدارة مع الكواكب، هناك يتابع الكواكب في السماء من أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مع هذه البداية مبارك بن سهيل يبوني الظاهري، بينما في المركز الثاني الوثبة حارب بن سعيد بن سهيل العميمي، وفي المركز الثالث بن نصرة مع أبرار مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وهنا في المركز الرابع تتدخل أيضا انطلاقة أمتار هادف بن حمد بن عبصان المنصوري، وما المركز الخامس فتحتفظ به الرومية سهيل بن محمد بن خويدم الشامسي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مع هذه الانطلاقة، التحديات الشعارات التي بدأت تقترب من هذه النقطة، تقترب من هذا المكان، تتطلع إلى الفوز في هذه الانطلاقة في هذه المنافسة هنا من خلال مسار الكاس 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 الكاس، تبدأ الكاس تتجول الكاس الأولى، كأس خاصة بهذا السن، سن المواهب، سن التحدي، سن المنافسة. الله الله الله، لا تزال الكواكب على المركز الأول من خلال هذه الانطلاقة من خلال هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. طارت غدير، غدير مبارك بن محمد بن نصرة العامري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مع المركز الأول، كواكب على المركز الثاني في كل القوة والتحديات، بينما المركز الثالث تقترب سعير محمد بن معتوق بن شامس العامري في المركز الثالث. هنا على المركز الرابع وصلت هملولة على المركز الرابع سيف بن علي بن كريم الاشتبهي. الكل هنا قدم، قدم الأسماء، قدم التحدي، قدم. يا سلام يا سلام يا سلام، غدير وهي غدير تنهل من غدير إلى صالة في المركز الأول مبارك بن محمد بن نصرة العامري. الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، كيلو الكأس، كيلو التحدي وحبس الأنفاس. الله 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 الله، هملولة هملولة، هذا الاسم الذي يحمل التاريخ، يحمل الأسماء المميزة، يحمل التحديات، يحمل الانطلاقات. الله الله الله، ممثل المدام، ممثل المدام الدائم ينطلق مع هذه الأسماء. الكأس هناك، الكأس إلى المدام، الكأس إلى المدام في هذا التحدي، في هذا التنافس، في هذه الانطلاقة. الله 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 الله، هملولة هملولة هملولة، سيف بن علي بن كريم الاشتبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سلام يا المدام، سلام يا المدام، تحية من ميدان الأصالة، ميدان المرموم. هذه التحفة، التحفة المذمارية المميزة. الله 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 الله، هملولة هي الكأس، وبن كليب الكأس الخاص بالحجايج هنا يسطر هذه اللحظات، يقولها هنا مع المركز الأول مع التحية الأولى. سلام هملولة، سلام سلام، الكأس، الكأس إلى المدام، المدام هنا تحتفل مع هذه البداية. ما شاء الله وتبارك الله،
الكاس 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 يا حملولة، والصدارة حملوليتنا أيضا المركز الثاني. هنا يضف المركز الثاني مبارك بن أحمد المايد الخيري المركز الثالث، وصلت هناك غدير لمبارك محمد بن نطرة العمري، والمركز الرابع المركز الرابع كانت كواكب مبارك بن سهيل باليبهوني الظاهري، والمركز هناك المركز الخامس هي صنايع غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري. هذه الأسماء، الكاس هنا طارت، الكاس ذهبت، الكاس انطلقت، والكل انطلق مع هذه الأسماء يحمل التحديات. التوقيت 5 دقائق 46 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني. سلام يا بن كليب، سلام سلام يا المدام، سلام تحية سيف بن علي بن كليب على اشتبي. بينما المركز الثاني يضا وصلت على المركز الثاني في هذه الأسماء مبارك بن أحمد بن مطر مايد الخيالي ما قصرت أيضا 5 دقائق 50 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث كان التواجد غدير، وصلت على المركز هذا مبارك محمد بن نصرة العامري ما شاء الله وتبارك الله. 5 دقائق 50 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، والتنافس على الرموز تعلن الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضي